يعطيكم العافية طلاب علم الأدوية واحد. اليوم راح نكمل بموضوع الأوتونوميك نيرفس سيستم بالجزء الثالث أو المحاضرة اليوم، طبعا يوم الاثنين. بالمحاضرة هاي راح نبلش نحكي على الأدوية اللي بتشتغل على الأوتونوميك نيرفس سيستم. طبعا احنا العنوان فيه في صفحة 71، فالعنوان بيحكي لك drug that affect the autonomic nervous system اللي هو الكلاسيفيكيشن وتقسيماتها، وراح ندرسهم بالتفصيل. الأدوية اللي بتأثر لك على السيمباثيتك والباراسيمباثيتك على حد سواء، شو هاي الأدوية اللي بتأثر لك الآن؟ لما اجي احكي لك انه وين بدنا ندرس هذا الموضوع، بحكي لك انه الادويه وين ممكن تاثر. بحكي لك ممكن تاثر على الريسبتر الموجود عندك، هذا هو الريسبتر، واضح كيف؟ الان ممكن تاثر لك على الاند تيرمينال اوف بوست جانجلينيك نيورون، سواء كان بالباراسمبثيك او بالسمبثيك، فراح نحكي برضه عن هاي المناطق، واضح كيف؟ الان باجي بحكي لك برضه ممكن نشتغل سنترالي بالهاير سنتر، نخبط اللي هو الدماغ على اساس ما يرسل لك اشارات للسمبثيك والباراسمبثيك، فممكن نشتغل هون. تحكي لي طب انت ليش فشكت على الجانجليا؟ في هون ريسبتر، ممكن نثبط هذا الريسبتر. بحكي لك كلامك صحيح، ولكن هذا الريسبتر ما في عندنا افينيتي، فبالتالي هل في عندك ادويه بتشتغل على الجانجليا؟ بحكي لك كان في زمان ادويه بتشتغل على الجانجليا، ولكن هاي الادويه كان تصنيفها تروح تسكر لك النيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر اللي موجود عندك هون، فبالتالي اذا انت اغلقت او هذا الدواء بيغلق النيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر، فبالتالي راح يروح يغلق لك اللي هو الباراسمبثيتك والسمبثيك، فكانك انت عطلت اللي هو الجهتين، فبالتالي راح يطلع عندك اعراض جانبيه خطيره جدا وممكن بالنهايه تؤدي للوفاه. فبالتالي بحكي لك فيش عندك ادويه حاليا بتشتغل على الجانجليا تحديدا. ليش؟ لانه نوت سيلكتيف او نون سيلكتيف. شو يعني سيلكتيف؟ بحكي لك سيلكتيف معناته انه هذا الدواء اختياري، بيختار نوع معين من المستقبلات وبرتبط عليه. فمثلا هذا معلومة ضرورة تعرفوا لي اياها، فمثلا لو عندك هذا الدواء، هذا الدواء رمزه او اسمه ايه؟ هذا الدواء بحكي لك هذا الدواء نون سيلكتيف. نون سيلكتيف معناته راح يروح يرتبط على المستقبلات الموجودة هون والموجودة هون، فبالتالي هو ما عنده اللي هو زي إرادة انه يختار نوع معين من الريسبترات، واضح كيف؟ فبالتالي هذا الدواء بنسميه نون سيلكتيف، بروح بيرتبط على اكثر من ريسبتر. فباجي بحكي لك انه مثلا عندك الدواء الثاني، والدواء هذا بحكي لك الدواء بي. الدواء بي بحكي لك انه هذا الدواء هايلي سيلكتيف او هذا الدواء سيلكتيف. شو يعني سيلكتيف؟ بحكي لك انه هذا الدواء اختار نوع معين من الريسبترات على اساس يرتبط فيها. فبحكي لك هذا الدواء راح يكون سيلكتيف على الماسكارينيك ريسبتر اللي سميناها ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5، واضح كيف؟ فبالتالي لما احكي لك نون سيلكتيف معناته انه هذا الدواء راح يرتبط على اكثر من ريسبتر ويعطيني اكثر من مفعول، وممكن هذا يكون الشيء ضار بالجسم. ولما احكي لك هذا الدواء سيلكتيف تحكي لي انه اختار نوع معين من انواع الريسبترات وارتبط عليها واعطاني المفعول اللي بدي اياه. فبالتالي هذا الاشي ضروري تعرفوا لي اياه على اساس لقدام شوي راح نبلش بالادويه ونشوف لك انه في عندك بعض الادويه بتعمل لك مثلا تاثيرات بتختلف عن الادويه الثانيه مع انه اليه العمل تقريبا واحده، واضح كيف؟ فبالتالي شو السبب في هذا؟ انه هذا الدواء الاول مثلا بكون نون سيلكتيف والثاني بكون سيلكتيف، واضح كيف؟ طيب نفتح على صفحة 72، بيحكي لك انه الاوتونوميك دراج ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذير ريليشن تو كيميكال ميدييتر. فبالتالي احنا بنصنف الادوية هاي اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على طبيعة هاي المادة وبتشبه ايش. يعني باجي احكي لك انه بدنا نصنع الدواء ايه، الدواء ايه احنا قاعدين بدنا نصنعه، واضح كيف؟ هل هذا الدواء ايه بيشبه الاسيتيلكولين ولا بيشبه النور ادرينالين؟ فانا زي ما حكيت لك انه في عندك ريسبتر، الريسبتر هيك بكون شكله فعليا، بقول لك لا الريسبتر ممكن يكون هيك شكله، واضح كيف؟ فبالتالي شكله مختلف، واضح كيف؟ هذا الريسبتر بكون بس بركب عليه مين؟ الاسيتيلكولين، واضح كيف؟ طيب بحكي لك انا بدي اجي امسك الاسيتيلكولين وافرده بالمختبر واطلع كيف مكون، من ايش مكون، واضح كيف؟ وبلش اصنع ادويه مشابهه للاسيتيلكولين اللي موجود عندك على اساس ايش؟ على اساس هاي الادويه نظريا، وليس احنا ما شفناها، ولكن نظريا هاي الادويه اللي بدنا نصنعها راح تروح ترتبط وين؟ راح تروح ترتبط على وين؟ على المستقبلات اللي موجوده عندك حسب شكل الاسيتيلكولين. فبالتالي بدي اصنع دواء بيرتبط على الالفا والبيتا، بحكي لك مظبوط بتقدر تصنع كيف؟ روح شوف لي النور ادرينالين كيف شكله وصنع لي دواء مشابه لشكله. بتحكي لي طيب بما انه صنعنا دواء مشابه لشكله فبالتالي الدواء رح يعطيني نفس مفعول النور ادرينالين، بحكي لك لا، هون رح نتطلع على خصائص معينه بالدواء حسب اللي هو البنتريشن اللي هو اختراق الدواء للاغشيه، برضه حسب ذائبيه الدواء هذا كثيره ولا قليله بالدهون، برضه بحكي لك حسب استقلاب الدواء الى اخره، عوامل خاصه بكل دواء. لما نبلش نحكي لك على الأدوية هاي راح نشرح لك عنها بالتفصيل، ولكن هذا الموضوع بدناش نتطرق له حاليا، وبدنا نشوف شو الموجود عندنا بالكتاب على أساس ما نتوسع بالمادة كثير وتصعب عليكم المادة. الآن في عندك أول مصطلح بحكي لك ميميك دراج، وفي عندك إيش اسمه لايتك. نكمل الفقرة بحكي لك that they either mimetic or block. block معناته حطوا لي إياها لايتك، لايتك أو ليتك،
هي نفس المعنى، واضح كيف؟ لما احكي لك هذا الدواء بيعمل ليتك او بيشتغل كليتك، معناته هو بلوك، بيعمل لك اغلاق للريسبتور. مثلا المصطلح الاول كان عندك موجود بالكتاب اللي هو ميميتيك دراج. ميميتيك دراج معناته هذا الدواء بيحفز، يعني هذا الدواء اللي صنعته انا بيجي بيرتبط على المسكرينك ريسبتور وبيشتغل كميميتيك لهذا الريسبتور، معناته هو بيعمل لك تحفيز، معناته هذا بيشتغل نفس الاسيتيلكولين. فبالتالي انا بقدر اصنف هذا الدواء، تصنيف الدواء بيختلف عن مفعوله، تصنيفه معناته هذا الدواء بنسميه بارا سيمباثو ميميتيك. من وين جبناها بارا سيمباثو ميميتيك؟ البارا سيمباثيتك، البارا سيمباثو بيحكي لك هي البارا سيمباثيتك، ميميتيك معناته انه هذا الدواء حفز لي البارا سيمباثيتك، واضح كيف؟ فبالتالي في عندك مصطلحات، اول مصطلح اللي هو ميميك معناته بيعمل لك اكتيفيشن، بيعمل لك تحفيز، بيعمل لك اللي هو استيميوليشن بالمنطقه اللي ارتبط فيها هذا الدواء. ثاني شيء بيحكي لك اللايتك، لو اقول لك انه هذا الدواء اجى ارتبط على الريسبتر الموجود عندك واغلقه وما اعطاك مفعول، فبالتالي هذا الدواء بنسميه لايتك، معناته بلوك، عمل بلوك للناقل او عفوا للريسبتر الموجود عندك وما اعطاك المفعول اللي مطلوب من هذا الريسبتر، فبالتالي هذا الدواء عمل ليتك لمين؟ تثبيط لمين؟ للباراسمباثيتك. فهذا الدواء بنسميه باراسمباثو ليتك، واضح كيف؟ ليش؟ لانه هو عمل كمانع لمين او ثبط مين؟ ثبط اللي هو الباراسمباثيك، عمل بلوك للاكتيفيشن تبعه. اذا نيجي نقرا بحكي لك السيمباثوميميتيك، اول شيء بحكي لك سيمباثوميميتيك، اقسموا لي اياها سيمباثو سيمباثو، حطوا لي شحطه هيك ميميتيك. سيمباثو معناتها اللي هو سيمباثيتك نيرفس سيستم، اذا احنا وين بنحكي؟ بنحكي على السيمباثيتك نيرفس سيستم. طيب ميميتك معناته انه هاي الادويه اللي راح تشتغل على السيمباثيتك راح تحفز للسيمباثيتك ويشتغل بقوه اكبر، واضح كيف؟ فبالتالي احنا قاعدين نحفز السيمباثيتك، وقلت لك السيمباثيتك متى بيشتغل؟ بالخوف. اذا الادويه اللي راح نعطيها للمريض وتصنيفها سيمباثو ميميتك معناته هاي الادويه راح تروح تحفز لك السيمباثيتك ويشتغل السيمباثيتك بجسم الانسان، فبالتالي شو الاعراض اللي راح تطلع عليه؟ ارتفاع في ضربات القلب، راح يزيد الهارت ريت عنده، راح يصير عندك فازو كونستريكشن، راح يصير في عندك اللي هو مدرياسز الى اخره من الاعراض اللي احنا درسناها، واضح كيف؟ فبالتالي لما احكي لك سيمباثو ميميتيك هذا الدواء اللي انا عندي بحكي لك بروح بحفز لي السيمباثيتك نيرفس سيستم، فبحكي لك بايند تو سيمباثيتك بوست جانجليونيك ريسبتور. وين هذا الحكي؟ بحكي لك بيرتبط على الريسبتور اللي موجود بالبوست جانجليونيك. هاي البوست جانجليونيك وحكينا لكم اياه بالمحاضره، قلت لكم مصطلحات مهمه جدا ضروري تعرفوه للاناتومي تبع اللي هو الاناتوميك الاوتونوميك نيرفس سيستم. فبالتالي بحكي لك هو بيرتبط بالريسبتور اللي موجود بالبوست جانجليونيك، هذا هو البوست جانجليونيك وهذا هو الريسبتور اللي قصده عنه. اذا الدواء اللي عندك هذا اللي بحكي لك عنه بيجي بيرتبط وين؟ بيرتبط على الريسبتر اللي موجود بالبوست جانجليونيك، وبعطيك مفعول مشابه لمين؟ مشابه للنور ادرينالين، واضح كيف؟ فبالتالي اذا هذا الدواء اعطاك تاثير مشابه للنور ادرينالين، هون بحكي لك انه هذا الدواء بسموه ميميتيك، معناته هذا الدواء محفز لمين؟ للسيمباثيتك. خلينا نطلق عليه اسم كامل، بحكي لك هذا الدواء اسمه سيمباثو ميميتيك دراج، بصنفوه كسيمباثو ميميتيك دراج. فبيحكي لك بيرتبط على اللي هو الريسبتور الموجود عندك and exert effect. exert معناته يظهر تأثير، واضح كيف؟ exert يظهر وإفكت اللي هو تأثير. resemble مشابه of activation of sympathetic nervous system اللي هو الأدرينيرجيك، واضح كيف؟ اللي هو الادرينرجيك اللي هو زي ما حكيت لك الادرينالين والادرينالين، فعشان هيك احنا سميناه ادرينرجيك نيرفس سيستم برضه. فبحكي لك بيطلق اللي هو تاثير وبيعطيك تحفيز للي هو سيمباثيك نيرفس سيستم. ثاني واحد بحكي لك البارا سيمباثو ميميتيك، فلما احكي لك البارا سيمباثو ميميتيك احنا هون مين حفزنا؟ بحكي لك هون احنا حفزنا زي ما حكيت لك انه اقسم لي الكلمه عشان تفهم انت شو بنحكي. بارا سيمباثو معناته بيحكي على البارا سيمباثيتك، لما احكي لك بارا سيمباثو ميميتيك معناته هذا الدواء اللي موجود عندك اشتغل على البارا سيمباثيتك وعمل له ايش؟ وعمل له تحفيز، يعني هذا الدواء اللي موجود عندك اللي باللون الازرق هذا الدواء راح يجي يرتبط على المستقبلات تبعت الاسيتيلكولين اللي موجوده بالبوست جانجليونيك نيورون اوف باراسمباثيتك ويعمل له اكتيفيشن، واضح كيف؟ يعمل له اكتيفيشن، عشان هيك سميناها بارا سيمباثو
ميمتك معناته عمل لي تحفيز فيها ونشط لي الباراسمبثيك من حيث اعراضها جميعها حسب اختلاف الدواء. طبعا ممكن يحفز كل اعراض الباراسمبثيك، ممكن يحفز لك نوع معين باختلاف اللي هو الدواء ومكان تواجده بالجسم. فبحكي لك شو الاعراض اللي بتطلع في وقت الراحه، بحكي لك اهم هاي الاعراض اللي احنا بنحتاجها علشان يحفز لي حركه الامعاء. واحد عنده امساك، واحد عنده مشاكل في المعده، واحد عنده مشاكل في الاخراج، واحد عنده احتباس في البول. فبالتالي بنروح نحفز لك الباراسمبثيك في وقت الراحه، بتزيد حركه الامعاء، بقل الامساك، بحكي لك بنرخي عضلات اللي هو سفنكتر اللي موجود في اليوتيرا في المثانه، فبالتالي راح يصير في عندك اللي هو عمليه اللي هي ادرار البول. فبحكي لك الباراسمبثوميميتك بايند تو اسيتيل في بايند تو كولينرجيك ريسبتور. مين الكولينرجيك ريسبتور؟ اللي هو قلت لك الكولينرجيك معناته اسيتيل كولين كولينرجيك، واضح؟ كولينرجيك ريسبتور اللي هو الماسكارينيك ريسبتور تحديدا، وممكن يرتبط على النيكوتينيك. وين هذا الريسبتور موجود؟ بحكي لك موجود بالبوست جانجليونيك باراسمبثيك، بوست جانجليونيك اوف بارا سمباثيك. بحكي لك ليد تو ستيميوليشن، بيؤدي الى تحفيز اوف ايش؟ بارا سمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الكولينرجيك. هاي بالنسبه لمين؟ للميميتك. لما اجي احكي لك على اللي هو المصطلح الثاني اللي هو ليتك، او اللي هو بسموها لايتك. لايتك معناته بيعمل لك بلوكينج وبيعمل لك اللي هو منع تاثير، واضح كيف؟ فبالتالي agent that bind to receptor and block it فبالتالي بيعمل لك تثبيط لها وبيعمل لك inhibition. لمين؟ inhibition للactivity بغض النظر سواء كان sympathetic او parasympathetic. فبالتالي اول واحد عندك بيحكي لك اللي هو sympatholytic او sympatholytic، معناته احنا اشتغلنا على sympathetic، واضح كيف؟ وهذا الدواء اجى ارتبط على الريسبتر، واضح كيف؟ ومنع الافكت، ومنع الايش؟ منع الافكت تبع هذا الريسبتور. فبالتالي عشان هيك احنا عمل له بلوكينج، فبالتالي سميناها لايتك. فهذا الدواء تصنيفه سيمباثوليتك، معناته هذا الدواء راح على السيمباثيتك وعمل له بلوكينج، واضح كيف؟ فبالتالي كانك قاعد تلغي لي تاثير الخوف. وانا حكيت لك انت معظم اعضاء الجسم محفزه بالاثنين، واضح كيف؟ لو احكي لك انه الجسم محفز مثلا انه هذا 50% تحفيزه للجسم وهذا 50% تحفيزه للجسم، باجي بحكي لك انا لو ثبطت السمباثيتك معناته مين الاعراض اللي راح تظهر على الجسم؟ بحكي لك اللي يتحكم بالجسم اكثر اللي هو الباراسمباثيك. يعني بحكي لك انه السمباثيك والباراسمباثيك تقريبا متساويين. انت ثبطت مين السمباثيتك، الان اعراض مين راح تطلع على الجسم؟ راح تطلع اعراض الراحه. فانت ضمنيا بما انك انت ثبطت السمباثيتك كأنك حفزت الباراسمباثيتك، واضح كيف؟ كأنك حفزت الباراسمباثيتك. فبالتالي تثبيط قسم من الاوتونوميك نيرفس سيستم اذا ثبطت السمباثيتك تقريبا كأنك انت حفزت النوع الثاني، ولكن انت ما دخلت فيه، انت بس ثبطت مين؟ السمباثيتك نيرفس سيستم. فبالتالي بسموه ادرينرجيك بلوكر، وهذا الاشي راح نشتغل عليه بشكل كثير كبير، لانه حكيت لك انه السمباثيتك بيزيد لك الهارت ريت، بيزيد ضربات القلب عندك. فانت لو ثبطت اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم راح تؤدي لتخفيض اللي هو ضربات القلب، وهذا في ناس كثير بيعانوا من الضغط وبيعانوا من ضربات القلب العاليه، الارثميا بسموها، او اللي هو تاكيكارديا. فبالتالي احنا لما نثبط السمباثيتك اللي هو مسؤول عن الخوف، اللي بيعمل لك اللي هو الهارت ريت بده يزيد، والبلد فيزلز كونتراكشن راح يزيد، فبالتالي البلد بريشر زاد الى اخره. فبالتالي انت لو ثبطت اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم، انت قاعد تقلل الهارت ريت، تعمل مفعول عكسي، قاعد تقلل الهارت ريت وقاعد تقلل البلد بريشر. فبالتالي راح تلاقوا في عندك ادويه للضغط راح تشتغل كايش؟ كسمباثوليتك، واضح كيف؟ كسمباثوليتك. ومتذكرين بالمحاضرات اللي قبل كنت احكي لك اي دواء اخره لول، هذا الدواء يصنف او هو خافض للضغط. خافض للضغط بلشنا ندخل بالفارما. كيف خافض للضغط؟ بيشتغل كايش؟ كسمباثوليتك، بيشتغل كسمباثوليتك، واضح كيف؟ النقطة الثانية بحكي لك اللي هي البارا سمباثوليتك، والبارا سمباثوليتك من اسمها بارا سمباثوليتك، معناته راح نروح على البارا سمباثيتك ويروح يعمل له ايش؟ بلوكينج للإفكت تبع مين؟ تبع البارا سمباثيتك، راح يرتبط على الريسبتر ويغلقه، يمنع ارتباط أي مادة ثانية بتعمل له أكتيفيشن، وبالتالي راح يشتغل كأنتاغونست ويثبط لك مين؟ يثبط لك اللي هو الريسبتر الموجود عندك. فعشان هيك سميناه احنا بارا سمباثوليتك، فبالتالي هو بروح على البارا سمباثيتك وبيعمل له بلوكينج وتثبيط وبيعمل له انهيبيشن بالإفكت. برضو بحكي لك الجانجليونيك بلوكرز، في عندك نوع ثالث من البلوكرز وحكيت لك عنه، بطل يستعملوه هذا الدواء، بروح على الجانجليونيك بلوكرز، بروح بغلق لي المستقبلات الموجوده هون. وحكيت لك شو هي المستقبلات نوعها، حكيت لك نيكوتينيك اسيتيل كولين ريسبتور، وهذا النيكوتينيك اسيتيل كولين ريسبتور، واضح كيف؟ فبالتالي هذا الدواء اللي راح نعطيه
للمريض بحكي لك بروح على الجانجليا. ليش راح على الجانجليا؟ لان احنا الدواء اللي معنا هذا، الدواء اللي عندنا الدواء ها بحكي لك احنا مصممينه على اساس يرتبط على الريسبتر اللي موجود عندنا هون. كيف عرفنا؟ عرفنا اعتمادا على اللي هو خصائص الاسيلكولين الموجوده عندك، واضح كيف؟ فبالتالي هذا الدواء راح يجي يغلق لك هذا الريسبتر وهذا الريسبتر، فمعناته انت ضبطت السمباثيتك وضبطت مين البارا سمباثيك، فانك انت ضبطت مين اثنين، واضح كيف؟ طيب بحكي لك انت عشان لو تشغل مخك شوي بتحكي لي طيب يا دكتور النيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر هذا مش بس موجود وين؟ بالجانجليا، برضه موجود عند وين؟ عند العضلات الهيكليه. فبالتالي اذا انت اغلقت القنوات اللي هناك بحكي لك راح يصير في عندك شلل. ليش؟ لانه حكيت لك انه هاي هي عضله هاي هي عضله الهيكليه، واضح كيف؟ وحكيت لك هون في عندك قنوات او ريسبترات، واضح كيف؟ وهذا الريسبتر حكيت لك اسمه نيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر برضه. الان اول ما يوصل الاسيتيلكولين راح يرتبط هون ويحفز دخول الصوديوم. لما يدخل الصوديوم الى داخل العضله هاي، لما يدخل الصوديوم الى الداخل بحكي لك هون راح يبلش عمليه الانقباض، واضح كيف؟ طيب اذا انت منعت دخول الصوديوم شو بده يصير بالعضله هاي؟ راح ترتخي. طيب اذا انت اغلقتها بشكل كامل، لانه هذا الدواء بيغلق اللي هو نيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر بشكل كامل بالعضله، شو بده يصير فيها؟ راح يصير فيها ارتخاء، وبالتالي كانه المريض صار عنده شلل، وعلى الجرعات العاليه من هذا الدواء راح يؤدي لك لشلل بكامل الجسم، وممكن يؤدي بالنهايه لفشل في التنفس، لانه اللي هو التنفس هي عبارة عن حركة إرادية، واضح كيف؟ اللي بحكي لك لا إرادية هذا الاشي غلط. ليش إرادية؟ بحكي لك اكتم نفسك، تقدر تكتم نفسك، فبالتالي انت بتقدر تتحكم بإيش؟ بتقدر تتحكم بالعضلات اللي هي موجودة في التنفس، إلا نوع معين من العضلات اللي موجودة في اللي هو الرئتين، ولكن عضلة اللي هو عملية التنفس هي عملية إرادية بشكل بهمنا هون، واللي هو عضلة حركة إرادية. فبالتالي النيكوتينيك أسيلكولين ريسبتر هذا الدواء أو هذا المستقبل إذا أنت أغلقته بالعضلة بشكل كبير بحكي لك رح يؤدي لباراليسز اللي هو شلل، باراليسز اللي هو شلل بالنهاية، واضح كيف؟ وبالتالي ممكن بالنهايه يؤدي له لريسبيراتوري فيلر اللي هو فشل في التنفس. فبالتالي بيحكي لك بلوك اسيتيلكولين ات جانجليونيك سينابس اللي هو في المناطق هاي، وحكيت لك ممكن الدواء هذا يروح يغلق لك النيكوتينيك اسيتيلكولين اللي موجود في السكيليتال ماسلز زي ما حكيت لك. الان بحكي لك دراج افكت ذا بارا سمباتيك نيرفس سيستم، نبلش ندرس الادويه او امثله على الادويه اللي بتاثر لك على اللي هو البارا سمباتيك نيرفس سيستم. فبالتالي احنا شو اللي بهمنا هون؟ رح ندرس على البارا سمباتيك. اذا انا شو بدي؟ بدي احذف كل السمباتيك، السمباتيك كلياته ما بهمني. ليش ما بهمني؟ لانه احنا بلشنا ندرس على الادويه اللي بتاثر لك على السمباتيك. بتحكي لي لبعدين رح ندرس البارا، بحكي لك رح ندرس اللي هو السمباتيك، بحكي لك رح ندرس اللي هو الادويه اللي بتاثر لك على السمباتيك بشكل كامل. الان الأدوية اللي بتأثر لك على اللي هو الباراسمباتيك رح نقسمها لأكثر من قسم، ولكن خلينا نمشي مع ترتيب الكتاب على أساس أترجم لك أول بأول. برضو بحكي لك إنه هذا الإشي بحكي لك لما نحفز إحنا الباراسمباتيك، حكيت لك إحنا كأننا قاعدين نحفز مين؟ وعنوان المحاضرة هنا رح تكون اللي هي رح تكون هي بارا سيمباثو ميميتيك، واضح كيف؟ يعني يعني تحفيز للباراسمباثيك، الادويه اللي بترتبط على الريسبتر عندك هون وبتعمل لك اكتيفيشن لمين؟ بتعمل لك اكتيفيشن للي هو الريسبتر اللي موجود بعد البوست جانجليونيك، واضح كيف؟ فبالتالي هاي الادويه ضمنيه راح تكون مشابهه لمين؟ مشابهه للاسيتيلكولين نوعا ما. فبحكي لك هذا الاشي احنا او هاي الادويه بتحكي لك على اساس تحسن لك الوظائف اللي هي الدايجستشن عمليات الهضم، والبلادر اللي هي المثانه، برضه اللي هو البول اللي هو الامعاء، واضح كيف؟ فبالتالي ليش هذا الحكي بحكي لك اياه؟ لانه قلت لك اذا انت حفزت الباراسمباثيك معناته انت قاعد تحفز اللي هو راحه الجسم، وانا حكيت لك في وقت الراحه الجسم هنا فاضي او انه مش مشغول او انه هنا الوقت اللازم على اساس يعمل عمليات الهضم وعمليات الاخراج وعمليات التبول، واضح كيف؟ فبالتالي انت لما تحفز البارا سمباثيك بتحفز عمليات اللي هو الهضم، فواحد عنده امساك واحد عنده مشاكل في التبول بحكي لك هون افضل شيء على اساس تعطيه اللي هو الباراسمباثيك، وراح تشوفه برضو لها استعمالات ثانيه لقدام. فبيحكي لك الباراسمباثيك نيرف كونسيست اوف لونج بري جانجليونيك فايبر، فزي ما انتم شايفين في عندك البري جانجليونيك فايبر هو هذا
لونج طويل زي ما انتم شايفين، والبوست راح يكون شماله وراح يكون قصير زي ما هو موجود عندك. وير اسيد الكولين از ريليز، بيحكي لك حيث انه الاسيد الكولين من هون بيتم افرازه بيرتبط على البوست، كان يقول انك زي ما احنا شارحين لكم برضه. فبيحكي لك الباراسمباتيك نير ريفير تو كولينرجيك نير، فبيحكي لك ليش سميناه كولينرجيك، لانه بيطلق ماده اللي هو الاسيتايل كولين. واضح كيف؟ الان بصفحه 73 بيحكي لك انه الاسيتيل كولين ترافل تو ذا اورجان اور جلاند، فبيحكي لك انه هذا الاسيتيل كولين بيتم افرازه وبيرتبط على الاورجان او الجلاند اللي عندك هون، سواء كانت غده سواء كان عضو من الاعضاء. بيحكي لك بيرتبط على الكولينرجيك ريسبتر اللي هو نوعه ماسكارينيك، حددوا لي اياه ماسكارينيك ريسبتر، وبعديها بريديوس اللي هو باراسمباتيك ريسبونس، بعديها بيعطيك اللي هو التاثير حسب مين، حسب العضو. فلو راح ارتبط على الريسبتر الكولينرجيك الموجود على عضله القلب، شو بده يصير في عندك؟ ديكريز بالهارت ريت. احنا بلشنا نعرف تاثيراته، ولو ارتبط على الريسبترات اللي موجوده في الامعاء بحكي لك راح يزيد من حركتها. واضح كيف؟ فبالتالي كيف عرفت هذا؟ بحكي لك لانه احنا في وضع الراحه، وفي وضع الراحه اكيد الهارت ريت راح يقل، عمليات الهضم راح تزيد. واضح كيف؟ فبالتالي هذا هو التاثير. كل ما تيجي تتخربط احكي لي انه الباره بالراحه. واضح كيف؟ فبالتالي بتعرف شو تاثيراته اللي ممكن تطلع على جسم الانسان. فبالتالي بيحكي لك الباراسمباثو ميميتيك دراج، بيحكي لك also referred كولينيرجيك دراج، فبالتالي برضو لها اسم ثاني بسموها كولينيرجيك دراج. ليش؟ لانها هاي الادوية راح ترتبط على الكولينيرجيك ريسبتر. الادوية اللي احنا عاملينها، هاي الادوية المصنعة عنا او الادوية الطبيعية اللي لقيناها من النباتات، بيحكي لك هاي سميناها كولينيرجيك دراج لانها بترتبط على الكولينيرجيك ريسبتر، او لانها بتعطيك نفس تأثير الاسيتايل كولين. واضح كيف؟ بيحكي لك this set of drug that stimulate the parasympathetic nervous system and lead to effect mimic اللي هو تحفيز. واضح كيف؟ بيحفز لك اللي هو الباراسمباثيتك نيرفس سيستم. فبالتالي بحكي لك المود اوف اكشن اوف باراسمباثيتك كولينرجيك دراج كان بي ايذر دايركت اور اندايركت. شو يعني دايركت اور اندايركت؟ خلينا احكي لكم. الان دايركت نرجع لعند لكم قصة بسيطة على أساس إيش نعرف شو معنى دايركت ونعرف شو معنى اندايركت. الآن إحنا بنعرف إنه الأسيتيلكولين لما يتوصل الأكشن بوتنشل هون، بحكي لك الأسيتيلكولين دي يبلش إفرازه، دي يصير وين موجود؟ بيصير موجود بالسينابتيك كليفت اللي هون. وحكيت لك في عندك برضه هون ريسبتر. واضح كيف؟ وهذا الريسبتر قلت لك مسكر إنك سواء كان M1 إلى آخره، تمام؟ الآن حكيت لك هذا الأسيتيلكولين راح يبلش يرتبط على الريسبتر ويعطيني المفعول اللي بدي إياه. هيك انتهت حكايته؟ بحكي لك لا، بحكي لك شو الأشياء اللي بتأثر على تركيز الأسيتيلكولين. قلت لك في عندك أسيتيلكولين استيريز، وهذا الإنزيم اللي بحطم لك الأسيتيلكولين. واضح كيف؟ فبالتالي في عندك شغلتين بتأثر، أو في عندك شغلة بتأثر على تركيز الأسيتيلكولين اللي هو الأسيتيلكولين استيريز. هذا الأسيتيلكولين استيريز بيكون موجود بين الأعصاب والأورجان اللي موجود عندك. واضح كيف؟ فبالتالي هذا الأسيتيلكولين استريز بيمسك الأسيتيلكولين وبيبلش يكسره، ببلش يكسر الأسيتيلكولين. واضح كيف؟ فبالتالي شو بده يصير بتركيز الأسيتيلكولين هون؟ تركيزه راح يقل. فبالتالي شو بده يصير بمفعول الباراسمباثيك؟ بحكي لك راح يقل تأثير الباراسمباثيك لأنك أنت قللت الأسيتيلكولين. واضح كيف؟ طيب الان في عندكم جدول هون بحكي لك انه تقسيم اللي هو الكولينوميميتك. كولينوميميتك اللي هو كولينيرجيك ميميتك. الكولينوميميتك اللي هو زي كانه بحفز لك الاسيتيلكولين. واضح كيف؟ اللي هي سموها الكولينيرجيك دراج. فبحكي لك اما يكون دايركتلي، لما احكي لك دايركتلي انه هذا الدواء رسمه بالاسود، انه هذا الدواء اللي موجود عندك اللي احنا صنعناه راح يروح يشتغل دايركتلي على الريسبتر. فلما تسمع كلمه دايركت، لما تسمع كلمة دايركت معناته هذا الدواء دايركتلي راح ارتبط على الريسبتر واعطاك المفعول اللي نفس تأثير الأسيتيلكولين. واضح كيف؟ هاي معنى كلمة دايركت. واضح كيف؟ طيب هذا الدايركت بحكي لك انه بيرتبط على الريسبتر وبعطيك المفعول. طيب بالنسبة للاندايركت بحكي لك انه ممكن انا هذا الدواء اللي انا بصنعه، تمام، يزيد لي من تركيز الأسيتيلكولين. طب كيف بدي ازيد من تركيز الأسيتيلكولين؟ بيخلي تركيز الأسيتيلكولين عالي. كيف؟ بحكي لك طب ما هو في عندك انزيم، هذا الانزيم بكسر الأسيتيلكولين. طب لو انت ضبطت الأسيتيلكولين استيريز، هل الدواء او الأسيتيلكولين راح يضل يتكسر؟ بحكي لك لا، الأسيتيلكولين راح يبطل يتكسر. معناته شو بيصير بتركيز الأسيتيلكولين هون؟ راح يبلش تركيز الأسيتيلكولين يرتفع، فبالتالي راح يرتبط على الريسبتورات الموجوده هون ويعطيني مفعول افضل. واضح كيف؟ هذا معنى كلمه اندايركت. واضح كيف؟ طيب
اذا دايركت معناته انه هذا الدواء راح يروح يشتغل على الريسبتر بشكل مباشر، دايركتلي على الريسبتر. الان بحكي لك في عندك بعض الادويه بتشتغل بطريقه ثانيه ذكيه، هاي الادويه كيف؟ بحكي لك بمنع تحطم الاستيلكولين. كيف بدي امنع تحطم الاستيلكولين؟ بحكي لك بروح بثبط الانزيم اللي بحطم لي اياه، فبالتالي شو صار بتركيز الاستيلكولين؟ ارتفع تركيز الاستيلكولين هون، فبالتالي بلش يعطيني المفعول مع ارتباطه بالريسبتر. طيب فبحكي لك الدايركت اكتنج اللي هو على الريسبتر اجونست، زي ما انتم شايفين الريسبتر اجونست معناته اجونست راح يرتبط على الريسبتر هذا الدواء ويعطيني اجونست، يعني نفس تاثير السبستريت الماده اللي موجوده داخل جسم الانسان راح يعطيني نفس المفعول اللي موجود عندك. فبحكي لك اما يكون هذا الدواء يشتغل دايركتلي على المسكارينيك، واضح كيف؟ او يكون يشتغل دايركتلي وين؟ على اللي هو النيكوتينيك، هذا الدواء اللي صنعته يشتغل دايركتلي على النيكوتينيك اسيتيلكولين ريسبتر، سواء كان بالجانجليا او كان وين؟ او كان بالسموث او عفوا بالسكيليتال ماسلز، واضح كيف؟ اذا لما تسمع كلمه دايركت اربطها بالريسبتر بالمستقبل، انه هذا الدواء راح يروح يحفز لي الريسبتر سواء كان نيكوتينيك او ماسكارينيك، الماسكارينيك بكوب الاورجان والنيكوتينيك سواء كان بالجانجليا او بالسكيليتال ماسلز. طيب بحكي لك انه برضه لما يحكي لك انه اندايركت، انه هذا الدواء راح يروح يرتبط بالايش؟ بالانزيم اللي بكسر لي الاستيلكولين، وسميناه اسيتيلكولين استيريز او كولين استيريز، واضح كيف؟ طيب الان هذا ارتباطه، ارتباط الدواء هذا مع الاستيلكولين استيريز راح يكون على شكلين، يا اما انه يرتبط فيه ويظل مرتبط فيه مدى الحياه، تمام، او انه يرتبط فيه لمدة 12 ساعة 10 دقائق 5 دقائق بشكل رجعي، يعني يرتبط فيه فترة وينفك عنه ويبلش يرجع يشتغل مين؟ الاستيلكولين استيريز. فبالتالي اما يكون اشي بنسميه ريفيرسيبل، ريفيرسيبل معناته انه اشي رجعي راح يرتبط فيه فترة معينة ويرجع يفك عنه، واضح كيف؟ بين لما احكي لك الريفيرسيبل معناته انه هذا الدواء راح يرتبط بالاستيلكولين استيريز ويظل مرتبط فيه على طول، مش راح ينفك عنه، مش راح ينفك عنه لمتى؟ بحكي لك لا وقت معين اللي هو لما يموت مين؟ الاستيلكولين استريز، لانه كل شيء بجسم الانسان له فتره حياه معينه، الاستيلكولين استريز تقريبا بده 3 اسابيع ويموت لحاله، فبالتالي الدواء لما يكون يرتبط بالاستيلكولين استريز وبشكل غير رجعي، في عندك ادويه بترتبط فيه بشكل irreversible بيرتبط فيه وبيظله معاه لما يموت الاستيلكولين استريز ويتحلل، واضح كيف؟ فبالتالي كانه irreversible، كانه غير رجعي. بينما بحكي لك الاستيلكولين او الدواء اللي بيرتبط بالاستيلكولين وبكون reversible بيرتبط فيه فتره ساعات معينه او ايام، وبعدها بروح بنفك عنه وببلش ايش؟ ببلش الاستيلكولين يرجع لعادته القديمه ويكسر لي مين؟ الاستيلكولين، الاستيلكولين الموجود عندك. فبالتالي بالجدول بحكي لك اما يكون دايركت، وحكيت لك في عندك ماسكارينيك ونيكوتينيك. الماسكارينيك او الادويه اللي بترتبط على الماسكارينيك لها نوعين اللي هي كولين استر اللي هي انواع من الكولين، او راح تكون الكالويد اللي هي ناتشرال وهي اشياء طبيعيه بتكون. لا برضه بحكي لك الاندايركت بشكل غير رجعي، زي ما انتم شايفين كولين استيريز انهيبيتر راح ثبط لك اياه، تقدر تختصر لي اياها اسيتيل كولين استيريز انهيبيتر، واضح كيف؟ هاي اختصارها اسيتيلكولين استيريز انهيبيتر، واضح كيف؟ فبالتالي هاي الادويه بتروح تثبط لك الاسيتيلكولين، حكيت لك اما تثبطه يا اما بكون ريفيرسيبل معناته بترتبط فيها لمده ايام ساعات وبتنفك عنها وترجع تعطيك اللي هو مفعول، وبرضه بحكي لك الريفيرسيبل بتضلها مرتبطه معاها الى الابد، واضح كيف؟ طيب مثال على الادويه اللي بترتبط بشكل ريفيرسيبل بترتبط وبتنفك، بحكي لك هي الادروفونيوم، راح تبلشوا تاخذوا ادويه وراح تبلشوا الاسماء تكون صعبه شوي عليكم. فبالتالي مع التكرار راح تتعلموا كيف هاي الأدوية وشو أسماءها. فبحكي لك الإدروفونيوم أول واحد أو أول نوع من أنواع اللي هو الريفيرسيبل إندايركت أوف إيش؟ أوف بارا سيمباثوميميتك. لما أجي أحكي لك أو أجيب لك بالامتحان شو تصنيف اللي هو الإدروفونيوم، ما بتحكي اللي هو عبارة عن إندايركت أجونست، واضح كيف؟ إندايركت أجونست ما غلط هذا الشيء، بتروح تحكي إنه الإدروفونيوم هو عبارة عن ريفيرسيبل ريفيرسيبل إندايركت أوف بارا سيمباثوميميتك، بترجع لي من الأصل، هو عبارة عن دواء بيرتبط بالأسيتيلكولين بشكل رجعي وبيحفز لك مين؟ اللي هو البارا سيمباثيتك، هيك أنت كأنك حكيت لي، كأنك وضحت لي، بينما تحكي لي أنت إنه إندايركت، طب إندايركت إيش يعني؟ إندايركت أجونست، طيب ماشي بس هو ريفيرسيبل ولا إيرريفيرسيبل؟ أنت ما حكيت لي، برضه هو بروح بحفز لك البارا سيمباثيك ولا السيمباثيك؟ فبالتالي لما احكي لك الادروفونيوم تحكي له هو عباره عن اندايركت اجونست اوف ايش؟ او اندايركت ريفيرسيبل اندايركت اوف مين؟ اوف بارا سيمباثو ميميتك. لما تحكي لي هذا الحكي بعرف انه هذا الدواء بيرتبط بالاستيلكولين استريز بشكل رجعي وبيروح بحفز لك البارا سيمباثيك، واضح كيف؟ والريفيرسيبل بحكي لك المثال عليه اللي هو الاورجانوفوسفيت.
المحاضرة هاي راح نبلش نحكي على الدايركت اكتنج او دايركت اكشن كولينرجيك ايجنت. فبحكي لك الادوية بتشتغل بشكل دايركتلي على الريسبتر، الادوية بتشتغل بشكل دايركتلي على الريسبتر، سواء كانت اللي هي النيكوتينيك او كانت اللي هي الماسكارينيك ريسبتر. وبحكي لك انه the direct acting agent bind and activate muscarinic receptor and to parasympathetic effect. فبالتالي الادوية اللي بترتبط على الماسكارينيك هون تحديدا راح نحكي راح تحفز لك الباراسمباثيك وتعطيك التأثيرات تبعت الباراسمباثيك. الان راح يبلش يحكي لك شو تأثيرات الباراسمباثيك. قبل ما تبلش تقرأ فيها بدي احكي لك انه الباراسمباثيك خليها في بالك كلمة الراحة، واضح كيف؟ وانت بتعرف جسمك شو بكون وضعه في وضع الراحة، شو بكون وضعه؟ شو بكون وضع القلب؟ شو بكون وضع الشرايين؟ شو بكون وضع الأوعية الدموية؟ شو بكون برضو وضع القصبات الهوائية؟ شو بكون وضع الهضم عندك؟ وضع العينين؟ إلى آخره. لان اول شيء بيحكي لك الفيزيولوجيكال افكت اوف ماسكارينيك اف او اللي اسمها ماسكارينيك افكت، معناته الدواء او الاسيتيلكولين لما يرتبط على الريسبتر شو تاثيراته، شو التاثير بالجسم، ودرسناه بالمحاضرات اللي قبل. اول شيء بيحكي لك فازودايليشن، شيء طبيعي لانه حكيت لك انه الجسم مرتاح ما بده يرفع الضغط. بحكي لك ديكريز بالهارت ريت لانه المريض مرتاح او الزلمه مرتاح، فبالتالي الهارت ريت عنده نازل. برضو بحكي لك اللي هي واهم واحدة بحكي لك اللي هي stimulation of gastrointestinal smooth muscles، بحكي لك اللي هو بحفز لك حركة الامعاء، بحكي لك and increase pancreas اللي هو peristalsis اللي هي الحركة الدودية تاعت مين، تبعت الامعاء، الحركة الدودية تبعت الامعاء تاعت عمليات الهضم، واضح كيف؟ فبالتالي بتساعد في عمليات اللي هي الاخراج والهضم. فبالتالي بحكي لك promote defecation، بساعد او بحفز عمليات اللي هي التغوط او الاخراج. النقطة الرابعة بحكي لك اللي هي contraction of urinary bladder، وحكيت لك urinary bladder اللي هي المسؤولة عن عمليات الإخراج، وهون في عندك اللي هو السفنكتر موجود عندك، فبالتالي بيعمل لك contraction فيها على أساس إيش؟ يتم عمليات الإخراج والتبول، واضح كيف؟ فبالتالي بيعمل انقباض في اللي هو بالبلادر وبيعمل ريلاكسيشن بالسفنكتر، فبالتالي بيفتح هاي المنطقة وبضغط من هاي المنطقة، فبالتالي بتتم عمليات الإخراج بشكل سلس. برضو بيحكي لك البرونكو كونستريكشن، بيعمل لك انقباض في القصبات الهوائية. وليش هذا الحكي بحكي لك إياه؟ لأنه المريض مرتاح، المريض مش قاعد يركض، الجسم مش بحاجة بكميات كبيرة للأكسجين، واضح كيف؟ كميات قليلة مناسبة لهذا المريض. برضو بيحكي لك اللي هو البابل كونستريكشن، البابل كونستريكشن وشرحت لك إياها اللي هي عضلة أو هي عفوا اللي هي العين اللي عندك، بتكون في عندك البابل عندك شمالها بتكون صغيرة. ليش صغيرة؟ حكيت لك لأنه هذا المريض قاعد مش بدوش يطلع لبعيد، فبالتالي العضلات اللي بتكون موجودة هون شمالها بتكون أو البابل اللي بتكون عندك شمالها بتكون متضيقة زي هيك، تمام؟ فبسموها اللي هو المايوتيك أكشن. برضو بحكي لك ديكريز انترا أوكيولر بريشر اللي هي intraocular pressure، هيك اختصارها، وراح تلاقوها دائما باختصارات بامتحانات الشامل، هيك راح يكون اختصارها intraocular pressure اللي هو الضغط العين، واضح كيف؟ ضغط العين. ضغط العين طبعا بيختلف عن ضغط الجسم، هي قصة طويلة ضغط العين، خليني ارسم لكم اياها كلمحة سريعة عنه على اساس ايش؟ على اساس ما تكونوا يمرق عليكم علوم مش عارفينها برضو. واحكي لك ليش انه هاي الادويه برضه بتساعد في عمليات اللي هو بتقلل لك ضغط العين. لان هاي هي العين زي ما انتم شايفينها، وبرضه بحكي لك وهذا هو الاوبتيك نير بالعصب العيني، برضه بحكي لك هون في عندك اللي هو اللينس، تمام؟ هاي هي اللي حكيت لك عنها بتتوسع وبتضيق، هاي هي نفسها هاي، واضح كيف؟ الآن هاي بحكي لك إنه لما يصير فيها تضيق في حدقة العين، لما احكي لك في تضيق في حدقة العين بحكي لك انه هاي العضلة لما تتوسع او لما تتوسع اللي هي حدقة العين، خلينا نتوسعها شوي، بحكي لك انه هاي صارت هيك وهاي ارتخت وصارت مغطية على هاي المنطقة، واضح كيف؟ وهنا في عندك قنوات، هاي القنوات بتعمل لك على اخراج السوائل من العين، فبالتالي هاي السوائل اللي موجودة عندك هون اذا سكرت القناة اللي هون راح تتعبى هون سوائل، فبالتالي راح يصير في عندك ضغط في العين، واضح كيف؟ راح يصير في عندك ضغط في العين. بينما لو احكي لك انه انت لو عملت لي تضيق في حدقة العين او
البابل اللي موجودة عندك بحكي لك هاي هي البابل صارت صغيرة، وهاي هي اللي هو السيليري بادي اللي موجودة عندك، شايفين كيف تمدد السيليري بادي؟ فبالتالي فتحت على القنوات، أعطت مجال للقنوات اللي هون إنها تصرف لي مين؟ تصرف لي اللي هو الفلويد اللي موجود أو الأكيوس فلويد اللي موجود وين؟ اللي موجود في العين، فبالتالي ما راح يصير في عندك تجمع للسوائل، فبالتالي راح يصير في عندك تقليل لضغط العين، واضح كيف؟ فبالتالي هذا إشي مهم تعرفوه إنه هاي الأدوية راح تعمل على تقليل ضغط العين، ضغط العين راح يشو ماله؟ راح يصير منخفض، فبالتالي ممكن تلاقوا قطرات بالصيدلية تصنيفها بارا سيمباثو ميميتيك، معناته إنه هاي الأدوية بتشتغل على تقليل اللي هو الانترا أوكيولار برشر، واضح كيف؟ كيف حكيت لك؟ إنه لما يصير في تضيق في حدقة العين بحكي لك إنه القنوات اللي هون بتبطل مغطية بالسيليار بادي، فبالتالي راح يصير في عندك إدرار للسوائل ويخرج اللي هو الأكيوس التيومرز الموجود عندك. برضه بيحكي لك اللي هو انجلوكوما او جلايكوما، فبيحكي لك اللي هو مرض اللي هو ضغط العين بسموه جلايكوما. برضه بيحكي لك انكريس سكريشن، فبيحكي لك برضه في وضع الراحه راح يزيد في عندك افراز السلايفا، راح يصير في عندك افرازات اللي هو الاتش سي ال الانزيمات الهاضمه كلها راح تزيد، لانه الجسم في حاجه لهي الانزيمات عشان يتم عمليات الهضم. فبيحكي لك السويت التعرق السلايفا اللي هو السلايفيشن اللي موجود عندك. برضو بحكي لك الجاستريك جوس اللي هي العصارة المعوية سواء كانت بيبسين او الاتش سي ال او اللي هو بيبسين وجين الى اخره. الان بحكي لك بصفحة 75 بحكي لك المسكرينيك دراج مي هاف سم نيكوتينيك افكت، فبحكي لك انه هاي الأدوية اللي بترتبط على المسكرينيك ريسبتر ممكن يكون إلها نيكوتينيك إفكت، ترتبط على اللي هو النيكوتينيك ريسبتر. طب ليش بحكي لك؟ بحكي لك لأنه ما في عندك دواء بالعالم تصنيفه سيلكتيف بيور سيلكتيف إلا في دوز معين أو في جرعة معينة، يعني بحكي لك إنه في عندك هذا ريسبتر وهذا ريسبتر، واضح كيف؟ هذا المسكرينيك وهذا النيكوتينيك ريسبتر، فبحكي لك في عندك دواء، هذا الدواء احنا مصممينه على اساس يرتبط بالمسكرينيك، فبحكي لك لو ارتبط بالمسكرينيك لحاله بحكي لك والله هذا الدواء سيلكتيف، معناته انه التاثيرات اللي راح تطلع على المريض راح تطلع تاثيرات ممتازه جدا، واضح كيف؟ والتاثيرات اللي بدي اياها. ولكن بحكي لك في حالات انه هذا الدواء ممكن يروح يرتبط على الريسبتر اللي هو النيكوتينيك اسيركولين ريسبتر، فبالتالي راح يبلش يعطيك تاثير اللي هو الجانجليونيك بلوكر سواء كان بالسيمباثيتك بالباراسيمباثيك او بالسيمباثيتك، ملاحظين اغلق لك النيكوتينيك وين مكان النيكوتينيك، فبالتالي باراليسز راح يصير في عندك تثبيط بالباراسيمباثيتك، راح يصير في عندك تثبيط اكتيفيشن باللي هو بالباراسيمباثيتك واكتيفيشن في اللي هو السيمباثيتك، وراح يصير في عندك اكتيفيشن بالعضله، معناته الصوديوم راح يدخل بكميات كبيره، لما الصوديوم يدخل بكميات كبيره راح يصير في عندك تشنج لانه شدت العضله كثير، اخر شيء راح يصير في عندك بالنهايه باراليسز من كثر الصوديوم اللي داخل، راح يصير في عندك فتيق واعياء بالعضله، فبالتالي راح يصير في عندك برضه بالنهايه باراليسز، شايفين؟ اذا منعت دخول الصوديوم او حفزت دخول الصوديوم بشكل كبير هون راح يصير في عندك شلل وراح يصير في عندك ارتخاء بالعضلات. فبالتالي ممكن يكون لها سم نيكوتينيك افكت ان فاريبل ديجري بدرجات مختلفه سو سكيليتال ماسلز كونتراكشن، فبالتالي ممكن بالنهايه يؤدي لك له انقباض في العضلات الهيكليه زي ما حكيت لك، وحكيت لك اذا كان دخول الصوديوم بكميات كبيره جدا جدا بالنهايه بيؤدي لك لفتيق واعياء بهاي العضله، راح يصير في عندك له ارتخاء فيها بالنهايه، واضح كيف؟ كثر دخول الصوديوم بكميات كبيره جدا، هون ما تحكوا انه الدكتور بيحكي عكس اللي هو موجود، لانه بفارماثين لما تروحوا عليها راح تلاقوا انه في عندك أدوية مرخية للعضل بتشتغل على طريقة اللي هو تدخيل الصوديوم بكميات كبيرة، تمام؟ الآن بتحكي لي على الصفحة اللي قبلها، نسيت أحط لكم ملاحظة بصفحة 74، بتحكي لي الفيسيولوجيكال إفكت هاي اللي موجودة عندك الفاز دايليشن والهارت ريت بيقللها والجلوكوما والآخر جلايكوما إلى آخره، بحكي لك تحكي لي كل الأدوية أو هذا الدواء اللي بعطيه للمريض بيعمل لي كل هاي، بحكي لك لا، هذا الحكي راح يبلش يختلف من دواء إلى آخر، ليش؟ اعتمادا على الفيسيوكيميكال بروبرتيز الموجودة للدواء، فحسب الذائبية، حسب اللي هو انتشار هذا الدواء، حسب قوة ارتباطه مع المستقبلات، حسب مكان تواجده بتركيز كبير، هذا الحكي بيأثر على مين؟ بيأثر على اللي هو الإفكت، فراح تيجي تشوف انه في عندك بعض الأدوية بتشتغل لك اللي هو لضغط العين تحديدا، واضح كيف تشتغل على ضغط العين تحديدا، وفي عندك أدوية بتشتغل عشان تحسن لك اللي هو وظائف الهضم، فبالتالي راح تلاقي انه هاي الأدوية بتختلف مفعولها للآخر اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على الفيسيوكيميكال بروبرتيز لمين؟ لهاي الأدوية. نرجع نكمل بصفحة 75، فبيحكي لك انه الاكزامبل الاسيركولين هاز سترونج نيكوتينيك افكت، فبيحكي لك انه
دواء، لو انك فرضا عملت دواء اسمه اسيتلكولين، نفس الاسيتلكولين الموجود في جسم الانسان، عملت منه دواء خارجي واخذت حبه دواء منه مثلا، راح يعطيك اللي هو بيرتبط على النيكوتينيك وبيرتبط على المسكرينيك، فبالتالي له تاثيرين في نفس الوقت. واضح كيف؟ لا، بحكي لك الكلينيكال انديكيشن اوف دايركت اكتنج كولينرجيك، فبحكي لك اللي هي الاستخدامات اللي هي بنستعملها للدايركت اكتنج اللي هو كولينرجيك. ممكن اسميها مش دايركت اكتنج كولينرجيك، اللي هي بنسميها بارا سيمباثوميميتك دراج، تمام؟ فبالتالي بالامتحان انا ليس يعني مش مقيد بموضوع اللي هو اكتب لك اياها دايركت اكتنج دايركت اكتنج كولينرجيك، ممكن اكتب لك اياها بارا سيمباثوميميتك، واضح كيف؟ او كولينرجيك دراج، واضح كيف؟ فبالتالي مش مقيدين. اول وحده اللي هي الجلايكوما، وهي ارتفاع ضغط العين، وزي ما حكيت لك لانه بيعمل لك تضيق في حدقه العين هون في البابلز، وبالتالي راح يوسع، او راح يعني هون لو كانت هاي موسعه فبيحكي لك انه هون راح يكون في عندك اغلاق للقنوات، هاي راح ترتخي عليها، ولكن هون مشدوده فبالتالي هاي المنطقه فاتحه، وفي عندك اللي هو زي سبونجي شانل، اللي هي قنوات زي الاسفنج، واضح كيف؟ بتسمح بادرار او بتسمح بمرور اللي هو الفلويد منها وادرارها خارج الجسم او خارج العين، عفوا، تمام؟ برضه بحكي لك اللي هو تريتمنت اوف ابدومينال ديستنشن اند كونستيبيشن، بيعالج اللي هو الشد والتقلصات الموجوده في اللي هو الجهاز الهضمي، وبيعالج لك برضه الكونستيبيشن والامساك، لانه الامساك بينتج عن قله حركه الامعاء، انا لو اخلي الامعاء تمشي بشكل اسرع بتمشي بشكل احسن، تشتغل بشكل افضل، تهضم بشكل افضل، راح نتخلص من موضوع اللي هو الكونستيبيشن. وبرضه حكيت لك ممكن نستعمله باليورينري ريتنشن، واحد عنده احتباس في البول، واحد عنده احتباس في البول، تمام؟ وحكيت لك سبب الاحتباس انه هون السفنكتر شماله بكون شاد، وهون في عندك ارتخاء، والادويه اللي انت بتعطيها كبارا سمباثو ميميتك بتروح شو تعمل لك؟ بتروح تعمل لك كونستريكشن في هاي المنطقه، وبتعمل لك دايليشن في هاي المنطقه اللي هي السفنكتر، واضح كيف؟ في المنطقه هاي اللي هي السفنكتر، فبالتالي بيحسن من عمليات الاخراج، فعشان هيك راح تلاقيه بيستعملوا باليورينري ريتنشن، وهو احتباس اللي هو اليورين داخل الجسم. برضه بحكي لك تريتمنت اوف مايستينيا جرافس باي ستيميليشن اوف سكيليتال ماسلز، هذا المايستينيا جرافس بحكي لك انه مرض بحكي لك بصيب اللي هو عضلات الجسم الهيكليه تحديدا، واضح كيف؟ فبالتالي في عندك صوره راح تطلع، هاي الصوره بحكي لك لمريض مايستينيا جرافس دائما مميز، انه هذا المريض بكون زي كانه نعسان ونايم زي ما انتم شايفين بالصوره هاي، واضح كيف؟ فهذا مرض بسموه مايستينيا جرافس. شو سبب هذا المرض؟ خلينا نيجي نتطرق له بشكل سريع على اساس انه راح يمر علينا بشكل افضل، وبشكل مش راح يمر علينا بشكل المفصل، ولكن راح يمر علينا انه في بعض الادويه بتشتغل وبتحسن من اعراض هذا المريض وبتشيل هاي الاعراض عنده. هاي العضله هاي راح اكبر هاي المنطقه الموجوده عندك، واضح كيف؟ هاي كبرنا المنطقه هاي، فبحكي لك في عندك ريسبتورات كثير لمين؟ للنيكوتينيك اسيتلكولين ريسبتور الموجود عندك، هاي كلها نيكوتينيك اسيتلكولين ريسبتور. مين بده يرتبط عليها؟ بده يرتبط عليها اللي هو الاسيتايل كولين، واضح كيف؟ هذا كله اسيتايل كولين. كله اسيتايل كولين، وهذا نيكوتينيك اسيتيل كولين ريسبتور كلياتها. لان بحكي لك بالوضع الطبيعي عندنا وعند اي واحد طبيعي، بحكي لك انه الاسيتيل كولين راح يجي يرتبط على الريسبتورات الموجوده عندك، ارتباطه على الريسبتور راح يحفز دخول الصوديوم وبالتالي انقباض بالعضلات بشكل طبيعي. الان بشكل يعني اوتو اميون ديزيز، او بشكل اللي هو مرض مناعي ذاتي، بتيجي جهاز المناعه او خلايا المناعه بتبلش تدمر لك من مين؟ بتبلش تدمر لك من الريسبتورات الموجوده عندك، بتقلل عدد الريسبتورات، واضح كيف؟ قديش صار ريسبتور عندك؟ 3، واضح كيف؟ صار عندك ريسبتورين. ليش؟ جهاز المناعه، بديش ادخل بالتفاصيل ليش، بصير يدمر بالنيكوتينيك اسيتلكولين ريسبتور، فبالتالي قل عدد النيكوتينيك اسيتلكولين ريسبتور. الان بحكي لك هون قديش صار في عندك اسيتلكولين راح يرتبط، بحكي لك 2، فبالتالي هل المفعول تبع الاثنين نفس مفعول الستة اللي كانوا موجودين عندك؟ بحكي لك لا. طيب مناعة دخول الصوديوم بكميات كبيرة، كان يدخل عندك 10 جزيئات صار يدخل عندك جزيئين بس من الصوديوم، الآن هل انقباض العضلة كافي للجسم هذا؟ بحكي لك لا، فبالتالي عشان هيك راح تلاقي عضلة العين عنده مش قادر يرفعها لفوق، الجفن مش قادر يرفعه لفوق، ليش؟ لأنه ما في عندك مستقبلات خاصة بمين؟ باللي هو بالنيكوتينيك اسيتلكولين ريسبتور. بتحكي لي طيب دكتور شو دخل الأدوية هاي اللي بنحكيها احنا بالمرض هذا؟ بحكي لك إنه كيف بدنا نحل المشكلة هاي؟ بحكي لك إنه زيد لي من تركيز الاسيتلكولين، واضح كيف؟ زيد لي من تركيز الاسيتلكولين بكميات كبيرة، شو معناتها؟ راح يصير يرتبط بشكل أكبر بالريسبتورات الموجودة، لأنه الاسيتلكولين أول ما يرتبط راح يفك بشكل سريع، أول ما يفك راح يرتبط محله نوع أو ذرة ثانية أو جزيء ثاني من الاسيتلكولين، واضح كيف؟ فبالتالي كل ما زاد التركيز الاسيتلكولين في المنطقة هاي راح يكون ارتباطها بشكل أسرع وبشكل أفضل، فبالتالي شو صار بدخول الصوديوم؟
الصوديوم، الصوديوم صار يدخل بشكل أفضل، فبالتالي أعراض المريض تحسنت، فبالتالي في عندك بعض الأدوية راح نستعملها لتشخيص، تشخيص اللي هو الميستينيا جرافس. ميستينيا من اسمها ميا من ماسلز، واضح كيف؟ استينيا هي كلمة يونانية أو إغريقية ما لناش علاقة فيها، هي عبارة عن الوهن، واضح كيف؟ أو الوهن اللي هو التعب، واضح كيف؟ فبالتالي كيف بنعالج هذا الاشي او كيف بنشخصه؟ بحكي لك، بنحقن هذا المريض ابره من دواء معين، هذا الدواء بروح بثبط لك الاسيتيلكولين استيريز، لانه الاسيتيلكولين استيريز شو كان يسوي؟ كان يكسر لك الاسيتيلكولين اللي هون. طيب اذا انت كسرت او ثبطت هذا الانزيم، بحكي لك انه تركيز الاسيتيلكولين هون راح يزيد، راح يبلش اللي هو حركه العضلات افضل، فبالتالي راح تلاقي المريض فتح عيونه تمام. فبالتالي بما انه فتح عيونه تمام، شو صار عندك؟ بحكي لك انه انت تاكدت انه في عندك مرض بسموه مايستينيا جرافس. بتحكي لي هو فقط بالجفون؟ بحكي لك لا، من اهم اعراضه اللي هو وهن بالجفن، فبالتالي برضه هي بالسكيلتر ماسلز بشكل عام، واضح كيف؟ فبالتالي هذا بيستعملوه بالتريتمنت اوف مايستينيا جرافس، او بيحكي لك بالدياجنوسيس اللي هو تشخيص اللي هو المايستينيا جرافس. طيب تحكي لي شو هي السايد افكت؟ بحكي لك السايد افكت عرف لي اياها من المفعول اللي انت عملته. فبحكي لك اللي هي نوزيا فوميتنج اند دياريا، بحكي لك واحد عنده حركه زياده بالامعاء، من تحفزت مين؟ الباراسمباثيك، والباراسمباثيك بوضع الراحة راح يزيد حركة الأمعاء، فبالتالي لو زادت أكثر عن حدها راح يصير في عندك عمليات استفراغ وشعور بالغثيان، لأنه عندك هيجان بحركة الأمعاء، وممكن يصير عندك دياريا. برضو راح يصير في عندك برونكو كونستركشن، لأنه هذا المريض شماله مرتاح، والباراسمباثيك قلت لك بيعمل انقباض في العضلات الهيكلية، في العضلات اللي هو عفوا في البرونكاي، فبالتالي راح يصير في عندك انقباض فيها. لو كان الانقباض بشكل أكثر راح يسموها برونكو كونستركشن، فبالتالي راح يضايق المريض، ممكن يسبب بالنهاية respiratory failure إذا أخذ المريض جرعة أكثر من اللازم. برضو بحكي لك decrease بالheart rate and اللي هو بالblood pressure، فبالتالي ممكن هذا المريض برضو يصير في عنده نقصان في ضربات القلب، وممكن نقصان في blood pressure بشكل كثير كبير بيأثر على حياته، لأنه الباراسمباثيك بوسع الشرايين، فبالتالي قل الضغط وبيعملك على تقليل الheart rate وتقليل contractility force of contraction لعضلة القلب. برضه بحكي لك excessive sweating and salivation، لانه برضه الباراسمباثيك بحفز هاي الشغلتين مع بعض. شو هم الادوية؟ بحكي لك الاسيتيلكولين، الاسيتيلكولين اذا فرضنا واخذناه على شكل خليل الاسيتيلكولين المحاضرة الجاية، لانه صار 45 دقيقة، بالمحاضرة الجاية بنكمل بالاسيتيلكولين بصفحة 75. ضروري برضو تراجعوا هاي المعلومات اللي حكيت لكم اياها، واي معلومة خارجية ضروري تضيفوها الى علم، يعني علم لكم، وبرضه ممكن تجيكم سؤال بالشامل. بدي احكي لكم برضو معلومتين على الامتحان، الامتحان اللي عندكم طبعا امتحانكم المد عباره عن 30 دائره يوم الـ مش عارف سبت او احد، فبحكي لك ال 30 علامه، هذا ال 30 علامه في عندك اسئله صعبه وفي عندك اسئله سهله، يعني اللي كان يدرس على الماده لحاله ممكن يجاوب منها 10 15 سؤال، بينما اللي كان يحضر المحاضرات وكان يتبع فيها بحكي لك انه راح يجاوب ال 30 علامه، ولكن في عندك اسئله راح تبلش تقراها تقول اه والله سهل، ولكن راح تجاوبه غلط، لانه في عندك بعض التريكات اللي موجوده عندك، تريك اللي هي زي عامل لك خدعه، زي عامل لك اللي هو بين السؤال سهل ولكنه راح يكون صعب، امتحان هو مش صعب، اللي دارس راح يجيب 30 من 30. طبعا الامتحان راح يكون على جوجل درايف، والجوجل درايف اول ما تفوت عليه راح يطلب منك تحط اكاونت، واضح كيف؟ راح يكون تحط منه عفوا ايميل، وهذا الايميل لازم يكون مفعل، هذا الايميل لازم يكون مفعل على اساس انا راح ابعث لكم العلامات او اجاباتكم على هذا الايميل، واضح كيف؟ لانه واحد حط لي ايميل غلط مش راح توصلوا اجابته ولا راح توصلوا علامته، تمام؟ فادرسوا منيح على المادة، وأي سؤال بدكم إياه بخصوص اللي هو مادة الامتحان أو أي سؤال في هاي المادة برضو اسألوني. يعطيكم ألف عافية يا رب.